اجتمع وفد نصارى نجران وأحبار اليهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنازعوا في شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقال الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديا. وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانيا. فأنزل الله تعالى: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. يا أصحاب الكتب المنزلة من اليهود والنصارى، لم تجادلون في شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ولم تدعون أن إبراهيم عليه السلام كان على دينكم وملتكم؟ وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده بأزمان سحيقة؟ ذكر أنه كان بين إبراهيم وموسى عليهما السلام 1000 سنة، وبين موسى وعيسى عليهما السلام 1000 سنة. أفلا تعقلون؟ أفلا تفقهون؟ كيف يكون إبراهيم المتقدم تابعا للمتأخر من اليهود والنصارى؟ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون.